أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تواصل أشواطنا المستمرة في مساء هذا اليوم بالأثارة وبالحماس القوي على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، الميدان الذكي اللي تتواصل فيه في هذا المساء سن الثنايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات الكبيرة والعملاقة، ومع الأخوة المضمرين الشوط العاشر الذي أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته وأعطت إشارة البدء للإبكار، اللقايا المهجنات الأصاي اللي تندفع حاملة كذلك لواء الناموسي والتحدي والأثارة هناك مع المركز الأول مع الانطلاق الأول، نسير مع المقدمة، نسير مع المركز الأول، تتقدم المشاركات وتقود هذا المسار الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان، تتقدم العروبة، العروبة تتصدر هذا الشوط، تقود هذا المسار من هجن العاصفة، عروبة تتقدم من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي، يقودها في التضمير في هذا الاندفاع، تنفرد بالمركز الأول بعد بداية الانطلاق، تليها في المركز الثاني وتأتي في المركز الثاني، زعفور يا زعفور لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مشاهدينا متابعينا الكرام، مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثالث هذه تواجدت مشاهدي العزاء مهيوبة، تعود ملكيتها من هجن العاصفة، من هجن الشحانية عفوا، تأتي في المركز الثالث، تندفع على ثالث المراكز، شعار هجن الشحانية يقودها في التضمير، جابر بن سالم بن فاران المري والمركز الرابع، أشوف الدخول والتحرك على رابع المراكز، وهذه وصلت شعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الخامس، تدخلت في هذه اللحظات ووصلت معزة، معزة من هجن الشحانية يقودها في التضمير، سالم بن فاران المري المركز السادس، تدخلت في هذه اللحظات على سادس المراكز، وهذه سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن عمير العميمي، من حقق نقطة في هذا المساء بالفوز والنصر والناموس، بينما هناك المركز التاسع، التاسع، المركز الثامن ولا التاسع، الثامنة، تتقدم في المركز الثامن، المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات، تقدمت على ثامن المراكز لمار، لمار من هجن الشحانية يقودها في التضمير اللي هو محمد بن خالد العطية، والمركز التاسع، المركز التاسع اللي تدخلت مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك وصلت براقة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر براقة اللي هو سعيد بن محمد بن مراشد، والمركز العاشر هناك هجن الشحانية من الجانب الآخر، مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، هذه حربة من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للعشر المراكز الأولى، مع زاوية الاتجاه، مع الالتفاف الأخير، مع كوع الميدان وهجن الشحانية، العنابي العنابي مسيطر على المركز الأول والثاني، الشعار الأدعم يقود مساري هذا الشوط، يندفع بالمركز الأول، يسيطر على مقدمة الشوط، وهذه معزة، معزة من هجن الشحانية، سالم بن فاران المري الذهبي.
الذهبي مشاهدي العزاء اللي يقود عملية التضمير، بينما هجن الرياسة تتقدم مشاهدي العزاء وتقدم في هذه اللحظات هذه سيوف من هجن الرياسة. ياتي الظافر علي بن يميل الوهيبي، وهناك الشاهينية من هجن الرياسة يقودها المجازف محمد بن عتيج بزيتون المهيري، وعادت براقة مرة ثانية، عادت براقة من الجانب الآخر يقودها في هذه اللحظات اللي هو سعيد بن محمد بن مروشد. ويشوف هجن الشحانية هناك. نعود مشاهدين العزاء متابعين الكرام، حانت لحظات الأوامر، حان موعد الرقص. الشحانية هجن الشحانية مسيطرة ومسيطرة على المقدمة، معزة معزة، ولكن تحرك من سيوف الرياسة، سيوف الرياسة تندفع، وهناك هجن الشحانية من الجانب الآخر مع حربة، حربة وسيوف. يا سلام يا سلام، سياسة كذلك تتحرك من هجن الرياسة وتتقدم لمار من هجن الشحانية إلى الخمس المراكز في هذه الأغطاب الكبيرة. التنافسات في المؤسسات العملاقة مسيطرة مشاهدي العزاء. روح يا الظافر روح مع سيوف، غادم الحوت، غادم الحوت، الحوت غادم، ولكنها سيوف. لا زال هجن الرياسة، هجن الشحانية مع سيوف، وكذلك مع لمار، لمار وسيوف، هجن الشحانية، هجن الرياسة، وهناك سياسة، ولكن سيوف، سيوف روح الظافر روح. الأمتار الأخيرة، تهانينا تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز بالمركز الأول، فوز سيوف. المركز الثاني من هجن الشحانية لمار، المركز الثالث سياسة من هجن الرياسة، والمركز الرابع 29 الرابع اللي هي حربة من هجن الشحانية، والخامسة أيضا هجن الشحانية اللي تقدم معز. هكذا كان مساري هذا الشوط بالتنافس حتى الرمق الأخير. شاهدت دخول مشاهدي العزاء في الأمتار الأخيرة والتنافس الثلاثي ما بين هذه الأسماء، ولكنها سيوف قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها مشاهدينا متابعين الكرام. بنشوف توقيت الزمني 7 دقائق و26 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لعلي بن يميل الوهيبي الظافر من ظفر بناموس هذا الشوط، بينما سياسة أيضا في المركز الثاني في 7 دقائق و26 ثانية والأجزاء وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيج بزيتون المهيري المركز الثالث بنفس التوقيت مشاهدينا العزاء اللي هي لمار من هجن الشحانية 7 دقائق 26 ثانية و6 أجزاء من الثانية. قادها في التضمير الحوت محمد بن خالد العطية. هكذا تهانينا والناموس.